والله صدق ان الجدار كويس. لا تسلك نفسك، لا تسلك نفسك. ايش قاعد اسوي؟ دقيقة. ايوه. موقع اوهد.com لبيع وشراء اغراض روكت ليج، تبون مستريات، تبون سيارات، تبون اي شيء متخصص في روكت ليج راح تلقونه في الموقع. لا تنسون كود الخصم في اس ال راح يخصم لكم 6% وكل طرق الدفع متوفره، الرابط في الديسكربشن. السلام عليكم، اليوم جبت مقطع جديد. اليوم جاب لكم مقطع روكت ليج، واليوم معي دحوم. راح نلعب ماب ليجو روكت ليجو اللي قد نزلت عنه مقطع في مابات المعرقين شيء زي كذا، وقلت هل تبون انزل عنه مع احد من اليوتيوبرز؟ اغلبكم قال اي جربه، خلينا نلعب فيه زي كذا. المقطع كله 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 كميه ضحك مو طبيعيه، المقطع خرافي باذن الله بيعجبكم. بس هذا كان عندي، لا تكسرون باللايك والاشتراك وفعل زر التنبيهات، اهم شيء تسوي كود في اس ال اللي ما حد يحطه، كود في اس ال استخدمه في الايتم شوب راح يفيدني مره، واذا استخدمته في اوها بعد راح يفيدني مره من ناحيه دعم لي، وراح يفيدكم من ناحيه الخصم في موقعه. استمتع بالمقطع يا رب. اوكي بسم الله. اوه ايش كيف والله. يا اخي تهج على طول يا حبيبي، حتى لما تاخذ البوست يا رجال جبل تدخل. شوف شوف الارض من تحت، قلت لا انشبت انشبت والله مرق الجدار مره ثانيه. تحاول ترقى الجدار؟ لا كفو طم القهر. وش الصعوبه يا ولد؟ والله صعب مره. ايش ما تجرب تاخذ بوست؟ خدت بوست جبل اقول لك. اقطع بليز تنشف في البدايه. باخذ البوست حقك. دقيقه. نشبت. باخذ الجدار. لا لا قهر والله قهر. جدار. يقطع ام القهر. بيجيك اردراك دحوم، بيجيك اردراك. كيف تبيها بس؟ والله تصدق ان الجدار كويس؟ لا تسلك نفسك، لا تسلك نفسك. ايش قاعد اسوي؟ دقيقة. ايوه ايش سالفة؟ يقطع ام الحنطة خايس. شكرا على الشوت. يا ساتر شو مسوي الحين؟ انا جايبك ذا الماب قال لي بهزم كي. يا ساتر. نشبت نشبت. البوست البوست نكبة والله. ام القهر. لا 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 دقيقة بشوت. دقيقة. نشب يا اخي والله العظيم. يو يا ساتر. احسن حل انك تطير. انا قاعد اشوفك تحب الارض. والله ما اقدر امشي والله. يا ليل يا حبيبي، ابغى خبوس. لا 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 كريتاس والله والله كريتاس. بالله شوف بالله شوف طعم القهر. يا اخي ايش اسوي انا؟ طعم حاله دحوم. وش ذا العرق؟ لا 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 تكفى مره. كف 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 الحمد لله. لا 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 ما تقلب خلاص والله مره. لا ترجع الجدار. هاي كم دح. بوستك بوستك فا. ايه يا اخي اذا نزلت بعد البوست تنشب في الارض. ايوه لا لا لا. ايه قاعد تسوي انت؟ ايه نشبت في زاويه الجدار. وش تبغى؟ لا شي شي فين نشبت؟ ما اقدر اتحرك. يا اخي 4-0 دحوم. ايش فيه؟ ايزي ايزي دام في تحدي قلت لك ايزي. والله هدت في الكف، هدت معانا كلنا. نطيت قال لي اسوي حركه. ايوه ارفع لو انت. لا هدت في الطيران يا حبيبي. برجع دق ما يقدر اسلم. والله ما اقدر اجي. يا ساتر يا ساتر. شوف شوف بالله هنا قاعد في البوست ولفت يمين. حلبي ما افوز يا رب. والله ترفع الضغط الكوره. ايوه ايوه ضبطت الكف. اتكلم اوكي حلو. لا 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 والله كلنا قاعدين نتعذب والله عذاب. لا 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 مو بير دراج مو بير دراج ذي.
ايوه والله اني كنت ناشف برا والله. يا الله بالله شوف 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 ناشف شوف شوف هنا الله يقلع بيس الارضية يا شيخ يا ساتر. لا 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 كلنا لا ما تمشي ما تمشي لا والله ما سويت شيء وخرت على الكورة خليتها. الله ايش الحماس الزايد ايش في ايش ايش ما كنت اسوي شيء كنت امشي بس مش عادي اتكفى يا ساتر تاخرت معك بوست بوست طيب كده بلك ايوه فوق زمان ما طرنا فوق كنا واصخ سلوم قاعد تنتظر الله اشوف شايف نتيجة. لا دحوم كانك اتباس والله العظيم والله عرق سلوم لا الجدار تكفى تكفى قول ايه سلوم تكفى قول الله اول مرة تضبط معي اول مرة تضبط قلت لك الجدار كويس شوف الجدار لا والله انا صقعت فيه قبل شوي ناشب وجاي من تهدف الرقب 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 تنشب بس مشيت على الجدار خلاص يا ساتر وش ذا وش اللعب الرخيص يا ساتر جرب تسرب الباب ممكن باك تكفى لا 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 ايوه كذا ابو بوس قوم هدي بالعرق ايوه هادي لا لا والله اخذت بوست يا ليل والله نسكعت في الارض بوست ابي بنشها يا وسخ يا حبيبي ارجع شوت الارض تخلي بوس ايوه الله يقطع ام الضيق يقطع ام الاسيست الجامد اقسم بالله قاعد اشوف الارض والله تمشي اقسم بالله يا ساتر مو تصقع في الجدار لا تصقع في الارض يا ساتر هدافك نصها كذا الله يا داني بس لما تصير فيك غبرة كل الرأي من اليسار والله نرقل يا ساتر لا لا ارفع لي ارفع لي سلوم رفعت لك قبل شيء انا ايوه اسطو تكفى يا رب تهج يا رب تهج هدف الله ايه ممكن باك تكفى انت خمسة يا عيال يا ساتر والله العظيم كم باك قوي والله كم باك قوي تكفى ايوه ايزي بالقهر شفت ناقص اخر شيء؟ لا انا شو اسمه؟ ما قدرت اشوف اللعبة اصلا شوف شوف هلو لا لا تكفى اي تكفى ام القهر ام القهر والله كنت قريب يا اخي تكفى مو الارض سلام اخر لا 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 اوكي ايزي لا لا قاعد تنط ايوه انا هذا السالفه شفت الجدار يوم كنت نازل منه الله يقرا البيسه لا ما انا شفت في الارض انت نشبت في الارض كذا صدام دخل في الارض الله يقرا البيس ايه قوم الحين نقول ايزي لا دقيقه كيف هدت 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 لا لا ما ما نط انا ما نط الله ام الضيق يا شيخ الزاويه حقت العرض شوف كيف جايه يا اخي وش ترك كف على ورا صار كف والله تصدق لو نمشي لو نمشي بدون بوست والله انه افضل الله شكله انت سوا سوا ها بدون بوست بدون بوست يلا يا الله انك تدي وين وين اللي بدون بوست شكرا شكرا لا الحرب خدعه يا سلوم الحرب خدعه والله لو وري الصراحه ما استخدمت واجد يعني انا ما استخدمت توخر طيب اشوفك سريع ما وخرت والله صقعت اوكي لا تكفى اصبر اصبر لا 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 لا
ايوه 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 سلوم مش هذي يا ربي انشب لا اخر انا جالس اتفرج بس اوكي سلوم ايزي شفت يورتي شفت يورتي ما تحرك يقطع ام القهر يا شيخ يجي ايزي سلوم وش رايك دبل اور نوثينج الله يعني... شوف 20,000 متأكد تدفع 20,000 متأكد انا متأكد لانك منت فايز الجيم جاي عرفت العب أوكي. اوكي طيب الجزء الثاني يكون في قناتي اوكي شوف عندي تحدي بسيط اول دقيقة اي كيكوف بدون بوست خلاص طيب. بوست واحد ما تضغط اول دقيقة طيب. بس اوكي يلا كلنا كلنا ايه اوكي بس هاك مقطع اليوم ان شاء الله مقطع عجبكم الجزء الثاني راح يكون عند حوم قناته تحت الديسكريبشن او رابط مقطع تحت في الديسكريبشن وان شاء الله ان شاء الله انكم استمتعتوا واذا تبون كثير من هذه السلسله او نلعب كذا مبات مضحكه مبات غبيه زي كذا اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ولا تقصروا بالدعم نبغى دعمكم رهيب على هذا المقطع نبغى دعم رهيب لدرجه ان ننصدم اوكي بس مع الخير سلام.